حبايبي طلبة وطالبات بريب 3، اهلا بيكم وفيديو جديد شرح مادة الساينس للسكند تيرم. معكم جيرمين ساينس تيتشر، وهنكمل النهارده مع بعض وهنبتدي ليسون جديد في يونت 1، وهي ليسون 2 بتتكلم على السبيد ريت اوف كيميكال رياكشن، اللي هو معدل السرعه بتاعه التفاعل الكيميائي. طبعا اتفقنا قبل كده وخدنا الكيميكال رياكشن، وتعرفنا ان الكيميكال رياكشن او التفاعل الكيميائي بيحصل نتيجه بريك في البوندس اللي بتبقى موجوده ما بين الريكتانتس اللي هي المواد اللي داخله في التفاعل، علشان اكون نيو بوند او روابط جديده ما بين البرودكتس او المواد الخارجه من التفاعل. تمام، يبقى احنا عرفنا من البريفيوس ليسون ان الكيميكال رياكشن هي بروسيس include a changing of the chemical substance to another one، يعني هو تغيير بيحصل في المواد المتفاعلة لأنها تنتج لي مواد أو نواتج جديدة. chemical reaction different in speed، احنا عندنا معظم التفاعلات الكيميائية بتختلف في حاجة اسمها السرعة السبيد، يعني هتلاقي فيها عندك reaction very fast، تفاعلات سريعة جدا، يعني بتحصل أو occur in very short time زي fireworks اللي هي الألعاب النارية. في عندك نوع تاني اسمه relatively slow reaction. relatively slow reaction يعني تفاعلات بطيئة نسبيا، وديت occur in short time، يعني تاخد وقت صغير، زي الرياكشن بتاع الأويل with caustic soda أو اللي هي الصوديوم هيدروكسيد to form soup، عشان أعمل أو في صناعة السوب، صناعة الصابون. تمام، يبقى اذا عندي very fast وعندي relatively slow. عندنا ايه كمان نوع تالت؟ عندي very slow reaction، تفاعلات بطيئة جدا، يعني بتحتاج الى several months، بتحتاج الى شهور متعددة to occur للحدوث، زي rusting of iron اللي احنا درسناها قبل كده في prep 1 و prep 2. عندك بقى كمان تفاعلات too slow reaction، تفاعلات بطيئة جدا، تحتاج need إلى millions of years، ملايين السنين to occur للحدوث، زي reaction of petroleum oil formation inside the earth، زي تكوين أو تفاعلات البتروليوم أويل اللي هو البترول اللي بيتكون داخل الأرض. تمام؟ يعني ايه speed of the chemical reaction؟ الكونسبت بتاعة speed of the chemical reaction، عشان اتعرف على speed او الكونسبت بتاع speed للchemical reaction، هشرح لك الصورة او الجراف اللي موجود قدامك ده دلوقتي، وبعد كده هنبتدي ندخل على الاكويشن واقول لك ايه اللي حصل. هو هنا عمل ايه؟ هو هنا قال لك ان انا هدخل في الchemical reaction ده reactants x، وباي باسنج تايم المفروض ان هي بتتحول الى برودكتس واي. ايه اللي حصل؟ انت في بدايه التفاعل خالص الريكتانتس اكس دي المفروض انها بتكون موجوده بنسبه خلاص او كونسنتريشن بتركيز 100%. بمرور الوقت المفروض ان ال 100% دي بتبتدي تتحول او بتبتدي تقل، علشان تديني نواتج جديده برودكتس. تمام، يبقى في بداية التفاعل خالص أول ما بقولها يا تفاعل وهبتدي أحط الريكتانتس على بعضها أو المواد اللي هتدخل في التفاعل على بعضها، بيكون الكونسنتريشن بتاعها أو تركيزها 100% at the beginning of the reaction. طب والبرودكتس؟ طبعا أنا لسه في بداية التفاعل، بقول يا هادي لسه المواد المتفاعلة بتبتدي تتعرف على بعضها، فبتكون الكونسنتريشن بتاعت البرودكتس زيرو. وبعدين باي باسنج تايم هيبتدي الكونسنتريشن بتاع الريكتانتس ديكريز، بيقل، وهيبتدي الكونسنتريشن بتاعه البرودكتس انكريز، هتزيد. ليه؟ اصل هيبتدي يحصل تحولات ما بين ان الريكتانتس تبتدي تتفاعل مع بعضها تديني مواد جديده، فكل مولكيول من الريكتانتس هيقابل مولكيول من الريكتانتس الثانيه، هيتقابلوا ويتفاعلوا مع بعض يدوني قابل لبرودكت جديد. تمام، فبالتالي at the end of the reaction الكونسنتريشن بتاعت البرودكتس هتبقى 100، لان طبيعي الريكتانتس خلاص هتبقى على اخر الرياكشن هتبقى بزيرو، لانها كلها اتحولت الى ايه؟ اتحولت الى برودكتس. الميجرنج يونت بتاعت الكونسنتريشن للسبستانس هي مول على اللتر او على اللتر، مول على اللتر ده الكونسنتريشن او ده سوري الميجرنج يونت بتاعت الكونسنتريشن للسبستانس اللي هي تركيز المواد. انا ما فهمتش حاجه يا مس، هقول لك تعالى.
في البريفيوس فيجر اللي قدامنا او اللي احنا خدناها في من شويه، كانت الكونسنتريشن بتاعه الريكتانتس اللي هي الاكس في beginning of the reaction كانت 100%، يعني كانت largest، اكبر ما يمكن. وكانت الكونسنتريشن بتاعه البرودكتس اول ما بدات احط المواد الكونتاكت الريكتانتس على بعضها كانت زيرو، يعني smallest. باي باسنج تايم هيبتدي الكونسنتريشن بتاعه الريكتانتس تقل. ليه بدات الكونسنتريشن بتاعه الريكتانتس تقل؟ عشان بدات تتفاعل مع بعضها وتتداخل مع بعضها، فتبتدي تديني برودكتس، فهتبتدي برودكتس انكريز. في نهايه التفاعل مش هلاقي اي ريكتانتس، خلاص بقت الكونسنتريشن بتاعتها بزيرو وبقت البرودكتس هي اللي ب 100. طيب يبقى معنى كده ان السبيد او الديفينيشن للسبيد بتاعت الكيميكال رياكشن هي تشينج في الكونسنتريشن بتاعه الريكتانتس اند ذا ريزلتس ات يونت تايم، هو التغيير في معدل المواد المتفاعله والمواد الناتجه من التفاعل ات يونت تايم، يعني بمرور الوقت او على وحده الزمن. يبقى اللي تشينج في الكونسنتريشن تغيير التركيز للريكتانتس والريزلتس at unit time هي السبيد بتاعت الكيميكال رياكشن. برضو انت لسه مش فاهم، تعال اقول لك كده، اديك اكزامبل على ارض الواقع. انا عايز اعرف السبيد للديكومبوزيشن لتحليل او ديسوسييت احلال النيتروجين بيروكسيد اللي هو ال N2O5. النيتروجين بيروكسيد انا لو دخلته في تفاعل هلاقيه ان هو بيحصل بريكنج في النيتروجين ده او في البوند بتاعت النيتروجين بيروكسيد، سوري بنتوكسيد، عشان يديني ايه؟ يديني نيتروجين دايوكسيد واكسجين. يعني كل اللي بيحصل ان ال N2O5 دي هتبتدي تديني NO2 وO2 متصاعد اكسجين. ايه اللي حصل في بدايه التفاعل؟ لو جيت عملت كده جبت الكونسنتريشن بتاعه النيتروجين بنتوكسيد هلاقيها في بدايه التفاعل الكونسنتريشن بتاعها 100% والنيتروجين دايوكسيد والاكسجين بزيرو. بعد كده في تاني منت، بعد مرور دقيقتين من التفاعل، هلاقي ان ال N2O5 اللي هي النيتروجين بنتوكسيد هتبقى الكونسنتريشن بتاعها ب 0.08، وال NO2 اللي هو النيتروجين دايوكسيد هيبقى ب 0.16، والاوتو هيكون 0.04. وبعد مرور 4 مينت هلاقي برضو بدت النسبة بتاعت ال N2O2 او الكونسنتريشن بتاعها يقل، وبدت ال NO2 وال O2 في الزيادة increase، لحد ما وصلت الى المينت 8 لقيت ان الكونسنتريشن للريكتانتس بزيرو وال NO2 وال O2 بقت 100%. تمام. طيب تاني بصوا كده على الجراف ده، في بداية التفاعل خالص كانت النسبة بتاعه ال N2O5 اللي هو بالخط الاخضر ده كانت 0.16. بدات مع مرور الزمن بدات الكونسنتريشن دي تقل، وبدا مين اللي يظهر معايا؟ بدات يظهر البرودكتس اللي هي ال NO2 ومين والO2 بداوا يظهروا معايا، وبدات النسبه بتاعتهم او الكونسنتريشن التركيز بتاعهم يزيد، لحد ما وصلت عند اخر منت في التفاعل لقيت ان الكونسنتريشن بتاعت الريكتانتس اللي هي ال N2O5 اللي هي النيتروجين بنتوكسيد بقت بزيرو، والO2 وال NO2 بقى الكونسنتريشن بتاعتها ثبتت عند نسبه معينه او عند كونسنتريشن عند تركيز معين. اوكي، ده معناه ايه بقى يا شباب؟ ده معناه ان at the beginning of the reaction للنيتروجين بنتوكسيد كانت الكونسنتريشن بتاعته 100% لان هو ريكتانتس، والكونسنتريشن بتاعت البرودكتس بقت زيرو. وباي باسنج تايم الكونسنتريشن بتاعت الريكتانتس بدات تبقى ديكريز، وبدات يحصل انكريز في البرودكتس. وفي الاند بتاعت الرياكشن في نهايه التفاعل حصلت على تركيز 100% للبرودكتس و 0% للريكتانتس، يعني اختفت الريكتانتس خالص وتحولت كلها لبرودكتس جديده. يبقى في الاند تايم بتاعت الرياكشن حصل عندي ايه؟ حصل ان الكونسنتريشن بتاعت الريكتانتس بدت تقل او بدت تفضل بزيرو، والكونسنتريشن بتاعت البرودكتس بدت ايه؟ بدت انكريز تزيد. تمام. طيب
الاكسرسايز ده مهم جدا جدا يا شباب. بيقول لي بيقول لي هنا هيحصل بريكنج لي ال 2x ودي ريكتانتس عشان تديني 2y زائد z. ايه اللي حصل؟ وتقدر تقول لي مين في ال 1 او ال 2 او ال 3 هو بيعبر عن الx والy والz؟ هقول لك ثواني. مين اللي كان التركيز بتاعه او الكونسنتريشن بتاعه كبير جدا في بدايه التفاعل؟ هتقول لي ال 1. اذا ال 1 هي الx. طب هتقولي يا مستر ما انا عندي كده 2 و 3 هما الاثنين يعتبروا البرودكتس، مين فيهم الواي ومين فيهم الزد؟ هقول لك بالعقل كده، انت هنا عندك 2y و 1z، اذا اللي تركيزه او الخط بتاعه كبير اللي هو 3 هو اللي هيكون الواي، وال 2 هو اللي هيكون مين؟ هو اللي هيكون الزد. ال 1 هو الاكس لانه في بيجيننج للرياكشن كان الكونسنتريشن بتاعته كبيره جدا، بقت 1 يعني كان التركيز 100% وفي الاند بتاع التفاعل كان بزيرو. طيب ال2 هي الزد لان في بدايه التفاعل في البيجيننج بتاع الرياكشن كان بزيرو، ومع مرور التفاعل بدا يزيد معايا. طب ليه انا خدت ال2 هي الزد وخدت ال3 هي الواي؟ لان النمبر بتاعه المولز بتاعه الواي اكبر من نمبر المولز بتاعه الزد، وبالتالي الواي هنا اللي هي 3 اكبر من مين؟ اكبر من 2. اوكي، فاحنا بناخدها كده بطريقه بفهمنا للي بيحصل للبرودكشن وللريكتانتس اثناء التفاعل. ماشي، يعني انا دلوقتي عشان احل مسائل زي دي او احل بروبلم او ايكويشن زي دي، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت بتبص على الكونسنتريشن بتاعه السبستانس اللي داخله في التفاعل والكونسنتريشن بتاعه السبستانس اللي خارجه من التفاعل، وكمان بتبص على الرقم اللي موجود جنب الفورميولا دي او جنب السبستانس دي. تعالى كده معايا للايكويشن، مثلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك at the beginning of the reaction at zero time، يعني عند time بزيرو، concentration ل two substances A و B كان largest، وبالتالي فال two substances A و B يعتبروا ريكتانتس. تمام، ال concentration لل substance A كان double concentration لل substance B، يعني اذا ال A هتبقى 2A وال B هتبقى B. طيب وفي ال concentration لل substance C كان smallest، يبقى اذا ال C هي products، والconcentration بتاعة الـ substance C at the end of the reaction كانت equal concentration للـ substance A at the beginning of the reaction، يعني C كانت زي الـ A. يعني إذا سوري، هنا بيقول concentration للـ substance C at the end of the reaction equal the concentration of the A، والـ A هنا عندي إيه؟ الـ A كانت عندي 2A، يبقى إذا الـ A الC هتبقى هي كمان 2C، يبقى إذا 2A plus B equal A يديني إيه؟ هديني 2C. ده الإيكويشن. ده مين؟ ده الإيكويشن بتاع الرياكشن. من الكلام اللي بيشرحه لك بنقدر نطلع الإيكويشن اللي موجودة، لأنه قال لي هنا الكونسنتريشن بتاعت الC هي نفس الكونسنتريشن للسبستانس A اللي كان في beginning of the reaction، وكان قايل لي هنا إن الA كانت الدبل، إذا هيطلع إيه؟ هيطلع 2C في الآخر. حلو الكلام؟ كلام جميل. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب، وكمان لايك وشير للبيج بتاعتنا على الفيسبوك عشان دايما يوصل لكم اشعارات بكل جديد. تعالوا نشوف الميجرنج للسبيد بتاعت الكيميكال رياكشن، ازاي اقيس سرعه التفاعل الكيميائي. انا هقيس سرعه التفاعل الكيميائي يا شباب بحاجتين اتنين مهمين جدا، disappear للريكتانتس وابير للريزلتس، يعني بمجرد اختفاء المواد الداخله في التفاعل وظهور المواد الريزلت الناتجه من التفاعل، انا كده بحكم على السرعه السبيد بتاعه الكيميكال رياكشن. بمعنى ايه؟ تعالى هنا هناخد الريت للرياكشن للصوديوم هيدروكسايد سوليوشن مع الكبر سلفيد. صوديوم هيدروكسايد اللي هو 2NaOH مع الكبر سلفيد اللي هو CuSO4. الكبر سلفيت ده بلو كالور، والصوديوم هيدروكسيد ده كالور للسوليوشن. مع مرور الوقت باي باسنج تايم هلاقي ان هيتكون بلو كالور بي بي تي راسب لونه ازرق من كبر هيدروكسيد CuOH2 وصوديوم سلفيت اللي هو Na2SO4 اللي هو كالور للسوليوشن. طيب انا مش فاهم لسه اي حاجه، بص كده
ده المفروض ال NaOH اللي هيتفاعل مع CuSO4. ايه اللي انا هلاحظه؟ هلاحظه ان هو طبعا هحط سوليوشن على بعضه فهيديني لون بلو. هيديني لون ايه؟ لون بلو اللي هو اللون بتاع الايه الكبر سلفيد. تمام. بعد مرور الوقت هلاقي ان هيحصل ديس ابير للبلو كلر بتاع الكبر سلفيد سوليوشن اللي هو ريكتانت، وهيديني بعد كده كلرليس لون كلرليس، وهيديني كلر بلو كلر برسيبيتيت اللي هو راسب ازرق، ده اللي هو الريزلتس اللي تطلع. تمام. يبقى انا حكمت هنا ان انا حصل عندي ديس ابير للمواد اللي هي ريكتانتس، وبدا يحصل عندي ابير للريزلتس او تغيير، فبيحصل ابير للريزلتس. ماشي. وبعدين هلاقي ان انا في عندي فاكتور افكت على الاثبات بتاعت الكيميكال رياكشن، عندي عوامل بتاثر على سرعه التفاعل الكيميائي. ايه هم العوامل دول؟ عندي فور فاكتور. ايه هم الفور فاكتور؟ الناتشر اوف ريكتانتس طبيعه المواد المتفاعله، الكونسنتريشن اوف ريكتانتس تركيز المواد المتفاعله، تمبريتشر اوف ريكتانتس درجه حراره المواد المتفاعله، الكاتاليست اللي هو العامل المساعد. وطبعا الكاتاليست ده احنا واخدينه قبل كده من من جريد 6. تمام. طيب تعالوا ناخد اول واحده ناتشر اوف ريكتانتس طبيعه المواد المتفاعله. يعني ايه طبيعه المواد الداخله في التفاعل؟ المواد الداخله في التفاعل طبيعتها يعني هدرسها من ناحيتين اتنين. ال kind of bond in reactants نوع الرابطه بتاعه المواد الداخله في التفاعل، وال surface area اللي الريكتانتس exposed to reaction مساحه السطح للمواد المعرضه للتفاعل. مش فاهم حاجه، تعال اقولك. البوند احنا ما درسناش غير نوعين بس من البوند يا شباب، الايونيك بوند والكوفيلنت بوند او الايونيك كومباوند والكوفيلنت كومباوند. الايونيك كومباوند المركبات الايونيه، والكوفيلنت كومباوند المركبات التساهميه. ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين لما يدخلوا في الكيميكال رياكشن؟ هل بيأثروا على السبيد؟ اه. قال لي الرياكشن في حاله الايونيك كومباوند بيكون فاست سريعه جدا، لكن في حاله الكوفيلنت كومباوند بيكون سلو بطيئه. ليه؟ قال لي اصل في الايونيك كومباوند هو هنا بيكون اصلا الايونيك كومباوند زي ما احنا فاكرين كده من بريب 1 وبريب 2 بتنشا ما بين تجاذب الكتروستاتيكي او الكترونيك اتراكشن بتوين البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون، يعني ميتال ونون ميتال. فهي بتحصل ما بين ايونز، ما بين ايونات، فبيكون سهل جدا ايزي تو بريك الايونز دي او ديزولف ان ووتر. لكن في حالة الكوفيلنت كومباوند بيكون الرياكشن بتاعها سلو، لان الكوفيلنت كومباوند دي بتحصل او تيك بليس بتوين مولكيولز، ما بين جزيئات. تمام. وبالتالي بيكون difficult to ionize. difficult to ايه؟ difficult to ionize. بيكون صعب جدا ان انا احللها او ان انا. طيب يا شباب، يبقى جيف ريزون هنا مهم جدا بيقول ايه؟ بيقول the reaction between sodium chloride solution and silver nitrate solution is from fast reaction. بالراحة كده بيقول التفاعل ما بين sodium chloride اللي هو ال NaCl وما بين السيلفر نايتريت اللي هو ال AgNO3 ده يعتبر fast reaction. قال لي اه، لانه هنا التفاعل ده بيحصل او take place between ions. انا عندي هنا الصوديوم بوزيتيف ايون والكلورايد نيجاتيف ايون، السيلفر بوزيتيف ايون والنيتريت نيجاتيف ايون، فبيحصل هنا تبادل كده اكستشينج زي ما احنا خدنا في الليسون الاولاني. فهنا الرياكشن بيحصل بتوين ايونز، فبيكون سهل جدا عمليه الديسوسييت ان ووتر او الديزولف ان ووتر. تاني حاجه في الريكتانتس كانت السيرفس اريا ذات ريكتانت او اوف ريكتانت تو اكسبوزد تو ذا رياكشن، مساحه السطح بتاع المواد المتفاعله المعرض للتفاعل. ازاي؟ يعني ايه مساحه السطح؟ الحته خلاص او المساحه دي كده او السطح ده اللي هيكون معرض ان هو يتفاعل، شكله بيبقى عامل ازاي؟ بصوا كده، عندي نوعين، عندي يا اما بيج سايز دي بيس يا اما باودر او فيلينج او تورنينج. يعني ايه؟ يعني يا اما تكون الريكتانت سبستانس دي بيج سايز دي بيس، يعني قطعه كبيره في الحجم، او تكون قطعه مفتته. تمام. باودر او متكسره. اللي بيحصل ايه؟
لو انا جيت حطيت مولكيولز زي المولكيولز ايه اللي هي بتكون النقط الحمراء دي، والسبستانس بتاعتي او الريكتانتس بتاعتي اللي هي اللون الاخضر، المولكيول للسبستانس ايه؟ لما هتيجي تعمل ريكتانتس مع المولكيولز اللي هي البي اللي هو باللون الاخضر ده، هيكون التفاعل على السطح بس، يعني هبتدي اخدها كانها طبقات كده فوق بعضها، هيتفاعل مع الطبقه الاولانيه، ولو ما تخلص هاخد الطبقه اللي بعدها واخد اللي بعدها واللي بعدها وهكذا. فبالتالي هنا هيكون التفاعل بتاعي سلو، بطيء. لكن في حاله بقى لما اكسر التفاعل ده، ادغدغه وافتته او اخليه بودر، هتبص تلاقي المواد المتفاعله هتبتدي بتتفاعل مع قطع صغيره جدا، فهيكون التفاعل هنا هيتم كله فاست، اسرع. زي بالظبط لما هتيجي تجيب مكعب سكر او معلقه سكر بودر، معلقه السكر بودر لما هتحطها في كوبايه الميه وتيجي تقلب هتدوب اسرع لو انا عملت المكعب بتاع السكر. ليه؟ اصل مكعب السكر هيبتدي يدوب طبقات، طبقه فطبقه فطبقه. او بالظبط كده اكزامبل تاني ابسط، لو انت خدت شويه سكر بودر في بقك عشان تذوبهم جوه بقك كده هيدوبوا بسرعه جدا، عكس لو انت خدت مكعب السكر ده او خدت بونبونيه، البونبونيه دي هتقعد تحطها في بقك كده هتفضل تقعد تمص فيها كده او تتفاعل مع اللعاب بتاعك لحد لما تصغر خالص 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 كده وتختفي او تتفتت، لكن حبه السكر اللي هم البودر هيخلصوا بسرعه في ثواني. تمام؟ فالتفاعل لما تكون بيج سايز بيس بيكون التفاعل سلو، عكس لما بيكون باودر او فيلينج يعني براده. فالسيرفس اريا اللي اكسبوزد للرياكشن بتكون سمول في حاله البيك سايز، لكن في حاله الباودر بيكون لارج، بتكون كبيره جدا. وبالتالي السيرفس اريا للريكتانتس ذات اكسبوزد تو ذا رياكشن انكريز، لما بتزيد السبيد بتاعت الكيميكال رياكشن انكريز، كل ما بزود المساحه السطح بتاعه المواد المعرضه للتفاعل كل ما سرعه التفاعل معايا بتزيد. تمام؟ اكتيفيتي الايفكت للسيرفس اريا للسبيد للكيميكال رياكشن، انا عايز اعرف تاثير مساحه السطح المعرضه للتفاعل على سرعه التفاعل الكيميائي. تمام؟ هجيب 2 فلاسكس، هجيب 2 سرينجس، هجيب 2 ايكوال اماونت من الدايلود اتش سي ال، وهجيب 2 ايكوال ماسز من الايرن فيلينج او الايرن بيس. خليك فاكر ان السبيد بتاعه الرياكشن measured by the time required to complete the reaction، بقيس سرعة التفاعل بمعدل او بقياس التايم اللي هياخده التفاعل عشان complete يتم كله. تمام؟ تمام. وايه كمان؟ والconcentration بتاعت الجازز اللي هتطلع وتركيز الغازات اللي طلع. فانا هعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين قدامكم كده في الصورة، فلاسك 1 وفلاسك 2. فلاسك 1 هحط فيها ايرن فيلينج، فلاسك 2 هحط فيها ايرن بيس قطعه حديد. وهحط ايه كمان؟ هعمل هضيف 2 ايكوال اماونت من الدايلوت اتش سي ال ان ذا تو ان ذا ايه ان ذا بوس فلاسك، في الفلاسكتين. هقفل الفلاسكتين كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين كده في الصوره، وادي السرنجه اللي هيطلع فيها الجاز اللي هيبتدي يزق كده او يملى السرنجه. وعندي تايم او عندي ستوب واتش عشان اقيس بيه تايم. المفروض ان الايرن مع ال 2 اتش سي ال اللي هو الهيدروكلوريك اسيد الدايلوت المفروض بيديني فيروس كلورايد اللي هو الاف اي سي ال 2 بلس اتش 2 مع الهيدروجين. هلاحظ ايه بقى يا شباب؟ هلاحظ ان الريت للرياكشن للهيدروكلوريك اسيد مع الايرن فيلينج كان فاستر ذان في حاله البيس اوف ايرن. ليه؟ الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده التايم او الوقت اللي خده التفاعل، وكمان الكميه بتاعه الجازز الكونسنتريشن بتاعه الجازز اللي طلعت في السرنجتين او في الفلاسك الاولانيه على الفلاسك الثانيه. فالسيرفس اريا بتاعه الايرن فيلينج اللي هي اكسبوزد تو ذا رياكشن المعرضه للتفاعل مع الاسيد كانت مور ذان اكبر من السيرفس بتاعه الايرن بيس في حاله السكند رياكشن او التفاعل او الفلاسك الثانيه. وبالتالي الرياكشن للايرن فيلينج كانت خدت شورت تايم وبالتالي كانت فاستر ذان. اذا السبيد بتاعت الكيميكال رياكشن انكريز باي انكريزنج ذا سيرفس اريا، اذا سرعه التفاعل الكيميائي بتزيد بزياده مساحه السطح بتاعت الريكتانتس ذات اكسبوزد تو ذا رياكشن، زياده مساحه سطح المواد المتفاعله المعرضه للتفاعل. جيفريزو مهم
السبيد بتاع الكيميكال رياكشن increase by increasing the surface area of reactant that exposed to the reaction. ايوه، لان by increasing the number بتاعت المولكيولز بتاعت الريكتانتس that exposed the reaction. نتيجة ايه؟ انا لما بفتت السيرفس اريا او بفتت المادة بتاعت الريكتانتس اللي داخلة في التفاعل، انا كده زودت increase the number of molecules، زودت المولكيولز بتاعت الريكتانتس المعرضة للتفاعل، فزودت سرعة التفاعل. تمام. هل using nickel filling in hydrate oil، تمام، او hydrated oil instead of piece of nickel، ايه اللي هيحصل في استخدام نيكل باودر او برادة نيكل عن استخدام قطعة نيكل في حالة التفاعل او الهيدريت اويل؟ طبعا السبيد بتاعت الكيميكال رياكشن في حالة النيكل فيلينج هتكون انكريز، وبالتالي الكيميكال رياكشن في النيكل فيلينج هيكون انكريز باي انكريزنج السيرفس اريا عن البيس اوف مين، عن البيس اوف نيكل. اوكي كده احنا خدنا اول فاكتور بتاثر على السبيد بتاعت الكيميكال رياكشن، وهي الكايند او الطبيعه الناتشر اوف مين، الناتشر اوف ريكتانتس. خدنا فيها حاجتين اتنين مهمين، ايه هما؟ خدنا فيها الكايند اوف بوند بتاعت الريكتانتس، وخدنا فيها كمان السيرفس اريا للريكتانتس ذات اكسبوزد تو ذا رياكشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك وشير للبيج بتاعتنا على الفيسبوك، عشان دايما يوصل لكم اشعارات بكل جديد بينزل معاكم معانا على القناه وعلى الصفحه. و في انتظار اي استفسارات ليكم، اي اسئله ليكم في الكومنت تحت الفيديو او على الرسائل بتاعه الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.